ودرج الشرق بعد الانتهاء من اليافطة.
برنامج الحمد لله رب العالمين بنهديه للجماهير الكبيرة اللي زحفت ورانا، وبهديه بشكل خاص لمولود الصغير محمد. يعني اليوم أسبوعه الحمد لله وجه خير، الحمد لله اللي قدرنا نفرح جماهير شباب رفح الكبيرة ونروحهم مبسوطين. بعد هذا الفوز لكل جمهور قطاع غزة، لكل اللي جوا زارونا، الحمد لله على الفوز. الكاس ما انتهاش، خطوة في بداية فوق 50% لسا مضينا من الكاس. المباراة القادمة ما ننسى المباراة هذه، بنفكر في المباراة الجاية وإن شاء الله ربنا يكرمنا ونسعد الناس اللي أجت، ويا رب نهدي الفوز لكل أهلنا في غزة.